اهلا بيكم في اللجنه 9 في طبعا في المستشفى الجامعي. اهلا بيكم، شرفتوا. بالنسبه للانتخابات النهارده عايزين ناخد المره ازاي او طبعا انتخابات النهارده حضرت قبل طبعا مواعيد، وبدات ايه وبدات طبعا في الساعه 9 اعلنت ايه اعلنت بدء عمليه الاقتراع، لان ده الميعاد المحدد. بعد طبعا ما اتاكد ما شفت مقر اللجنه قبليها وشفت اعضاء اللجنه وكانوا متواجدين، وبدانا عمليه الاقتراع طبعا ومفيش اي مشاكل بالنسبه ايه للاقتراع. ونبهنا طبعا زي ما موجود طبقا للتعليمات اللي اللجنه هتنتهي ايه الساعه 5 مع اخر ناخب موجود داخل مقر اللجنه. بالنسبة للناخبين بقى كان عبارة عن نقيب، انتخاب نقيب للفيوم ولا عبارة عن بالنسبة طبعا للانتخابات في نقيب عام للنقابة مترشح 2، وفي طبعا ايه بالنسبة لكل شعبة في طبعا شعبة بكالوريوس فوق السن في النقابة العامة ده بيختاروا منهم 4، وفي شعبة بكالوريوس تحت السن بيختاروا منه 4، وفي شعبة معهد فني تمريض فوق السن بيختاروا 2، وفي شعبة معهد فني تمريض تحت السن بيختاروا 2، وفي شعبة تمريض فوق السن بيختاروا 8، وفي شعبة تمريض تحت السن بيختاروا 7. وفي طبعا برضو بالنسبة للنقابة الفرعية هنا من ضمن الانتخابات رئيس النقابة الفرعية مترشح 2، وطبعا بيبقى بيختار 1، وفي شعبة معهد فني تمريض فوق السن بنختار 3 من المترشحين، وفي شعبة دبلوم تمريض فوق السن بنختار 12 طبعا الناخب بيختارهم. وطبعا بعد عملية الاقتراع ما بتنتهي بنعمل محضر غلق زي ما عملنا محضر الفتح الساعة 9 بالنسبة للجنة، وبعدين بتوجه أنا بمحاضر الفرز بعد ما يتم الفرز بكامل أعضاء اللجنة في مقر هذه اللجنة، وبعدين بسلمها إيه في اللجنة العامة للانتخابات طبعا ومع كافة الأوراق، وبالتوفيق إن شاء الله.